مرحبا، كيفكم؟ اخباركم؟ طبعا ممكن تلاحظوا اني مش لابس، انا حمار عشان عندي عذر كثير كويس. اوكي، متكاسل اروح على الغرفه البسها عشان رجلي انكسرت. نعم، اوكي، فهلا انا ما عندي رجلين. المهم اليوم جايب لكم شيء كثير. كلنا بنعرف المغني سيف نبيل، صح؟ صراحه ما كنت اعرفه الا جديد يعني. اوكي، المهم سيف نبيل مغني كثير جذاب. واو، جد واو، كثير حلو الزلمة. يا الله، كيف هيك؟ يا فهذا المغني الجذاب نزل أغنية كمان حلوة زيه. أوكي، إلا سامعين الأغنية يكفي هيك منه. ممكن تسرق قلبي إيش هيك؟ أوكي، بضل يحكي ممكن يعني. فالأغنية نزلت بعدين عملت ضجة على التيك توك، والضجة تبعتها على التيك توك كانت عبارة عن فيديوهات مالحة. الناس صارت تحضر هاي التيك توكات وتتمالح عليها، وصار في محتوى كتير حلو على التيك توك عم بصير. خلينا نشوفه مع بعض شينا. فأنا مبدئيا إيش عملت؟ بس فتحت على الأوديو على الصوت تبع أغنية سيف نبيل، وإحنا حنطلع شغلات عشوائية. ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي تشوف إيش كبرى. مش كثير سيئة. يا الله، أنا كل ما أصور فيديو لازم تفوت على الغرفة أنت. أتفضل أخوي، بيت بيتك. ودك شي تاني؟ آخر. أي خدمات؟ لا يا عم، تدخل قلبي وتسحب حبي تشوف إيش كبرى. حرفيا ما بتعمل إشي، ما في مجهود، ليش تأخذ 61,000 لايك؟ فهموني، انا بعمل فيديو يوتيوب، بتعب، تصوير، مونتاج، ابصر شو اخر اشي ما بتجيب 10,000 لايك. هاي بس هي بتقعد تعمل لي هيك براسها وتملح شوي. يا الله، شو انه شعب شعب شعب، كل شيء الشعب العربي كله سمبس، جفاف عاطفي. ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوف ايش كبرى. الكابشن ممكن، والكيوت ايموجي. لما شاب يستعمل الكيوت ايموجي خلاص اعرفه انه شاب ضاع. اوكي، شاب راح. اي شاب يستعمل الكيوت ايموجي خلاص. خلينا نشوف الكومنتات، خلينا نشوف. هلا انا الوحيده يلي اما قال ممكن تدخل قلبي رد وقال ممكن. يا 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 سمت، يا جفاف عاطفي انت، يا بدوه الغمزات هبل تخبل. يا الله يا الله، حتى البنات صايرين زي الشباب. منطق بتشوف ايش كبرى. احنا بنوم في العصر بعد، ايش في؟ ممكن تدخل قلبي. تعرف شو اللي بحبه بعد الترند؟ اللي بحبه انه كل حدا بتميلح عليه بكون لابس نظارة شمسية، هاي اللي عرفتوها، هاي تاعت قلب وين؟ اوكي، واللحية الخط هاي، اوكي، بتكون لحيته محددة هيك عم تك هيك، اوكي، مهندس اللحية. ترى ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي. إذا شو النظارات هاي؟ تحسوا حامل شاشة اللي دي على عينه، بس حامل على فلسطين. اوكي خلاص، بطارك تتمالح. تدخل قلبي وتسحب حبي. الله، تشوف مين سمح للعرب يدخل على التيك توك؟ مين؟ واي؟ ليش ما قطعوا عنهم النت هدول؟ تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوف ايش كبرى. كم نسبة الشباب بيني وبين اخي؟ ويت 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 ويت. ممكن تدخل قلبي. لا 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 لا، اخو بديش اعيش. دويكات دويكات. 5 minutes later. تعال، لو تجيك شيء تحتاج تشوفه اليوم لازم. ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوف ايش. كم نسبة الشبه بيني وبين براه؟ لا يا زلمة، اخوان. هذا اي موقع؟ تيك توك. اوكي، كان لازم اورجيك اياه. لا شكرا، لا والله انا كثير انبسطت يعني، كثير 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 انبسطت انك شفت هالشغله. هيك طبيعي، هيك دائما الاخوان بتعرفوا عادي. انا واحمد دائما هيك بنصور شغلات. اسحب حبي تشوف ايش كبرى. اول واحد انت. يا الله، الله الكبر، نفسي اشوفك وانت تعطس. يا الله، بكم كيف انحدرنا لهالدرجة؟ كيف؟ ليش البنت بتشوفه هو بعطس؟ أول واحد أنت حلا شفت العضلة يا عملا هاي. أول واحد أنت حلا
ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوفش. متوقعت اغلاط مالح الصراحة عشان هذا اللي شفته انا. اوكي بس شوي خلينا نشوف شنو هذا. حط ليمون على شعر الشاب. انا فقس بيضتين براسه حرفيا فقس براسه. اوكي لا من اول نظره صرت اشوفك. سبرايت كمان. يس مين ما بحط بيض سبرايت وليمون على راسه كل يوم بعملها. شديك ريحه الزفت. قد احبك الله علي. شو استفدنا؟ شو عملت بشعره؟ ليش اغنيه سيف نبيل؟ كيف؟ والله مش فاهم. انا مش فاهم. طيب بس اللي بعرفه انه اغنيه حلوه كثير بتاعت سيف نبيل. هو انه المر وتسحب حبي بتشوف ايش كبره اول واحد انت. واو هذا اللي كنت بحتاجه. هذا اللي كنت بحتاج اشوفه اليوم. اوكي كنت بحتاج اشوف نور بتمان الاغنيه سيف نبيل. اصبروا. هاي احمد عمل عنها. اوكي وتسحب حبي بتشوف ايش كبره اول واحد انت. بحتاج اشوف احمد بتغزل بنور. هذا جد حاجه يوميه. اوكي هون في سيف نبيل. طلع سيف نبيل شخصيا. واو كثير مبسوط الزلمه. يا الله تدخل قلبي وتسحب حبي. والله مبدئيا انه كل حدا بيعمل اشي على الاغنية هاي بيكون مالح. اوكي انا سبيسان. اوكي كيف تحكي مالح بدون ما تتوقع بدك تشوف انا سبيسان. تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوف ايش كبره اول. هلا الحركات اللي بيعملوها هي مدروسة ولا لا؟ خلينا نعمل زوم عليه. اوكي طيب تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوف ايش كبره اول واحد. حلا شكته من اول. مش فاهم مين هذول؟ انا سبيسان كمان وتسحب حبي بتشوف. ويت وات ليش كثير بيشبهوا انا سبيسان؟ انا شفت ناس بقلدوا ناس بالمحتوى بس مو بالشكل كمان. اي حد مش لازمني الصبح تدور قلب صح هم. ويت ممكن تدخل قلبي. يا الله المالحة. يا الله كفي مالحة يا اخوي. شفت الحركة اللي عطاها اياها هون؟ طلع اصبر واحد انت. هيك اول واحد انت. كيف البنات مش ميتين عليك كلهم؟ اظن البنات ميتين عليه صراحة يعني شب حلو ربنا الله. اوكي زلمة بطيخة. شو بده يصير؟ بطيخة هفتحي عن شو بعمل؟ لها مرمي لي عن مين هاد؟ مين؟ اطلعيك عن مين انت؟ بطيخ حمرا والله نايس برو. مرمي لي عن مرمي لي اوكي. ليش بضل يحكي عن؟ اظن احنا اكتشفنا كنز على التيك توك. بعدين دخلت صفحتي يبقى بتحبني. مش شرط. طيب والله انا هلا اكتشفتك بالغلط. دقيقة خليني نشوف شو بتعمل. فصل انا حاسس بها. ايه ده؟ مش سامبي طلعت. الله طلع برقص. يا الله كل عندك شوية أمل بالبني آدم إنه كم ممكن يطلع منه محتوى حلو. بعدين بروح يرقص على تيك توك. أول ما يرقص على تيك توك خلاص. بس هذا الفيديو بضل يحكي فيه تنج. هذا يعني صراحة لازم يستمر بهذا المحتوى. ممكن تدخل قلبي. يا الله كيف هيك صار الشباب؟ كيف كانوا الشباب هيك من رجولة لأن هيك صار. طلع صرت اشوفك وانا. ليه انزل فيديو زي هيك؟ اقسم بالله ابوي ممكن مش عارف شو يعمل فيي. ممكن لا حبيت البنت. حبيت نايس شغلة الليفة بالليفة نايس. حبيت ملكة والله ملكة. كزاز سوبر سكسي. تدخل قلبي وتسحب حبي
اخوان لو ما بتعرفوا كزاز، كزاز انا واحمد عملنا عنه فيديو. اوكي هذا الفيديو اللي عملناه انا واحمد عنه، اوكي زلمه بعلمك كيف تكون سكسي هذا ماشي. لما تشوف التيك توكيه هي تبعته بتعرف كيف هو عنده خدره كيف تصير سكسي طلبة. تدخل قلبي وتسحب حبي. اكتبوا لي بالتعليقات لو بدكم اياني اعمل فيديو عن هيك هدول الباد بوي سوبر سكسي وهدول هيك اعمل عنهم فيديو كامل. هو تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوف ايش كبره. فهموني ايش قصة هاي اللي هيك حلا شكتها من اول نظرة. مان الله بتحس بده يتحرش فيك بتحس هيك ماشي هيك مان لا اوكي شلون بعمل هذا؟ ممكن تخيل تكون مقطوع لدرجة انك ترقص مع فستان. جد هو حرفيا برقص مع فستان قاعد؟ عم برقص مع الفستان اوكي مان يا الله شو مقطوع البني ادم. انا اخرت هيك والله ارقص مع فستان خلاص مش لاقي روح تحبني خلاص اوكي خلاص بكفي. هذا كان الفيديو لليوم. اذا بدكم يعني اصلا اتميلح زيهم عشان اجيب فولوورز اكتب بالتعليقات. باي باي.